لكن انا ليا راي في التشكيل. اجايه يلعب في مصر فيرويد لكن في افريقيا ما يعرفش. بدليل انت عايز في الحته دي سرعات وعايز واحد للالتحامات، عايز توقيته في الجامب وفي الكوار العاليه، خاصه ان احنا النهارده كنا بنلجا للكور الطوليه، فلازم واحد يبقى زي ازار ويبقى زي مروان محسن بالزبط. من الناس اللي بتجي اي حد بيشتغل فيرويد شغلته فيرويد بالظبط كده. لكن اجايه بعيد خالص عن الحته دي. طيب رايك ايه في اداء رمضان صبحي النهارده؟ لا رمضان طبعا الراجل مجهد جدا 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 جدا. وبعدين خلي بالك يا مهيب، مفيش لاعب بيعمل فرقه لوحده او بيأدي لوحده، لازم اللي حواليه. هل هو ده وليد اللي احنا شفناه الماتش اللي فات؟ الماتشات اللي بره دي مش بتاعت وليد. بختلف معاك تماما. جوه مصر. بختلف معاك تماما. وليد يلعب جوه. نعم. بختلف معاك تماما. ده وليد سليمان، ده وليد سليمان يعني نجوميته اتعملت في رادس، نجوميته اتعملت من الماتشات الخارجيه، نجوميته اتعملت من ادائه خارج مصر. مهيب مهيب وليد عامل ماتش كبير جدا الماتش اللي فات. وجايب ثلاث اجوال. ووليد امكانياته البدنيه لا تسمح له يلعب في 72 ساعه ماتشين. زي بالظبط ما قعد محمد هاني ولاعب فتحي. لا وهو رمى بكل اوراقه بشكل غريب جدا. يعني 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 دي حاجات فنيه بدليل. وليد لحد ما طلع ما فيش كوره، كل الكور المشتركه مش بتاعته. ايوه. وبعدين مقفول عليه، وبعدين انت عايز حد عنده حلول فرديه، لان هم بيلعبوا النادي الاهلي على الزون، واحنا للاسف مش النادي الاهلي بس، احنا كلنا كمصريين ككوره ما بنعرفش نجيد في لما بتلعب حد زون ديفنس الدنيا بتتلخبط معاك، ما عندكش الحلول. الحلول تبقى فين؟ تبقى في الكور الثابته، يبقى في الـ في الـ في الشوط من بره 18. يعني احنا ما فيش فرص، احنا حتى استحواذ الشوط الثاني ما فيش فرص. للعصبيه وللشد اللي كان اللعيبه فيه، واعتقد ان الحكم ليه باع كبير جدا في اللي حصل للنادي الاهلي النهارده. مهم.